ثم إنه كما يعلم الجميع تمر هذه البلاد الطيبة الكريمة بآثار الإعصار المدمر الذي مر على قرى الناس وعلى بلدانهم فأثر فيه الذي تعلمون. ثم إنه من رحمة الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه بهذه الأمة أن جعلها متراحمة فيما بينها. مثل المؤمن مثل المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. المؤمن للمؤمن كالبنيان. الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة يعني ما أسرع ما يلطف الناس الجو بعد الإعصار، بعد ما خلفه من دمار ومن تلوث بصري ومن قلق واضطراب ومن حزن على فقد كثير من المتاع وضروريات الحياة لكثير من الإخوة المتضررين، إلا أن الله تبارك وتعالى بمنه وفضله ورحمته جعل الناس تهب هبة واحدة من جميع المناطق لتقف مع أولئك الذين ظنوا أنهم سيكونون بمفردهم إزاء تلك أو مقابل تلك الآثار التي خلفها ذلكم الدمار، ولكنهم وجدوا إخوانهم معهم يمسحون دمعتهم ويضمدون جراحهم ويواسونهم بالمال والجهد، بل ويواسونهم بالمقام والمكث معهم، حتى فهذه نعمة ما بعدها نعمة بعد نعمة الإسلام، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من نعمة أنعم الله بها على العبد بعد الإسلام من أخ صالح. فمن وجد يعني من أخيه ودا فليستمسك به، أو كما قال. فهذا التلاحم وهذا التراحم، هذه صدقة عظيمة وقربان جليل يتقرب به تتقرب به جميع المناطق إلى الله تبارك وتعالى، فهي معاملة عظيمة في حقيقة الأمر مع الله تبارك وتعالى. ومن لطيف الأمر أن إحدى النساء الفاضلات أرسلت إلي برؤيا، وهذا في هذا اليوم، تقول: بلغني أن في المنام، هذا في الرؤيا، تقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الباطنة في الأماكن المتضررة يعمل مع الناس. تقول: فهرعت إلى ذلكم المكان، وحتى وصلت تقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس، ثم نظر إلي باسما والنور يعلو وجهه الشريف، إلى آخر ما قالت. فعلى كل حال، يعني هذا الفعل أو هذا العمل الذي قام به الناس هكذا من تلقاء أنفسهم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم، هذا مما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. ولا شك أن الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه الله تبارك وتعالى. فهذا قربان عظيم هبت به جميع المناطق من أقصاها إلى أقصاها بدون استثناء، هبت به يعني هبوا إلى إخوانهم، إلى نجدتهم والوقوف معهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود، وأن يضمد الجراح، وأن يجعل قادم الأيام لنا ولهم جميعا خيرا من سابقها، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يخلف على المنفقين، وأن يجعل إنفاقهم سواء كان بالمال أو بالجهد بالعمل بالكلمة أيا كان، أن يجعل إنفاقهم بركة عليهم وعلى أهلهم، وشفاء وبركة على هذا البلد الطيب وعلى كل من يقيم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله يحب المتصدقين، والله يحب المحسنين، والله أرحم الراحمين، والله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين. لا يمكن أن يكون العبد أكرم لأخيه من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الأصل تلك الحركة
التي تحركها إلى أخيه إنما هي بمشيئة بأمر الله تبارك وتعالى، وهي يعني بتوفيقه سبحانه وتعالى لهذا العبد حتى يعين أخاه المتضرر. فانظروا إلى هذه الملحمة كيف تنتقل من الله تبارك وتعالى إلى الأرض، وكيف يتراحم الناس في بين فيما بينهم، وكيف يبكي هذا ل يعني ضرر هذا. هذا تلاحم، ليس تلاحم يعني مالي فقط، وليس تلاحم جسدي فقط، وإنما هو تلاحم قلبي. وهذا ثمرة من ثمار الإيمان، هذه ثمرة من ثمار الإسلام، بل هو صورة مشرقة عظيمة جليلة سامية سامقة من صور الإسلام. لا نقول أن الإنسانية تحب ذلك فقط، نعم هكذا الأصل، هي الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن الإسلام أسس ذلك وأرسى قواعده في قلوب المؤمنين، وكتاب الله تبارك وتعالى ناص على ذلك في مواضع كثيرة، وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنعم وأكرم بهذه الهبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تكاتف هذا بين الشعب وبين الحكومة أن يجعله دائما وأبدا، وأن يجعل فيه الخير للبلاد دائما وأبدا، وأن يجعلنا إزاء ذلك من المتفكرين المتدبرين المتأملين الشاكرين الذاكرين الحامدين. فإن هذه النعمة تحتاج إلى تأمل وتفكر وتدبر، وتحتاج كذلك إلى شكر، وتحتاج إلى مدارسة في مجالسنا وفي بيوتنا، حتى نبين لأنفسنا ولأهلنا ولأبنائنا ولإخواننا، ونذكر أنفسنا أن هذا الدين دين المرحمة، وأن تلك الأيام أو هذه الأيام التي هبت فيها جميع مناطق عمان إلى أخواتها في الباطنة أيضا هذه أيام مرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب بها الرحمة لهذا البلد المعطاء. هذا، ثم إننا نشرع في مواصلة درسنا الطيب الجميل الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به شهورا طويلة بل سنين الآن، وجمعنا به في هذا المجلس الطيب المبارك، ونشكر الإخوان كذلك في إدارة هذا الجامع المبارك الذين يعني سعوا إلى مع الأخوة لتهيئة الجو لإعادة إقامة هذا الدرس. وكلما كان التكاتف بين الناس في الخير، كلما كان التكاتف بين الناس في الخير كانت البركة متقدمة، البركة يطرحها الله سبحانه وتعالى على عباده. لذلك يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. العبد مهما قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ومهما حصلت له من البركات، لكن ليست كتلك التي تكون بين الجماعة. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن الصلاة، صلاة الرجال جعلها جماعة في المساجد. لماذا؟ حتى تكون فيها بركة عظيمة للأمة بأكملها، حتى تكون فيها بركة للمجتمع بأكمله. عذر النساء عن صلاة الجماعة، وعذر المعذور بالأعذار المعروفة عن صلاة الجماعة، ولكن الأصل أنها تقام جماعة. لماذا؟ ذلك فيه خير ونفع لهذه الأمة، لهؤلاء الناس. ليس في الاجتماع نفع لله سبحانه وتعالى، وإنما الاجتماع عائد نفعه وبركته إلى هؤلاء الناس. وهكذا في سائر الأعمال، قس بالفرائض على غيرها، قس يعني غير الفرائض قسها على الفرائض، وأنزل بركات الفرائض على غيرها أيضا من الأعمال الصالحة، تجد ذلك جليا واضحا إن شاء الله تبارك وتعالى.